بعد أن فشل الإضراب الذي نظموه في إقناع الحكومة الشرعية بصرف مستحقاتهم، لم يجد هؤلاء المعلمون في العاصمة المؤقتة عدن سوى الخروج في مظاهرة من أجل المطالبة بمستحقاتهم المتوقفة منذ أشهر. الوقفة التي نظمها المئات من المعلمين والتربويين أمام قصر معاشيق في عدن وحملت نداءات تطالب بإقالة وزير التربية والتعليم أدت إلى توقف العملية التعليمية في المحافظات الجنوبية، مشترطين تنفيذ مطالبهم الحقوقية أولاً من أجل رفع الإضراب. وعلى الرغم من تأكيد النقابة توصلها إلى اتفاق مع الحكومة بخصوص موضوع التسويات ما دعاها إلى إصدار بيان بضرورة رفع الإضراب، إلا أن دعواتها لم تجد صداها بعد أن رفض المتظاهرون رفع الإضراب قبل البدء بتنفيذ مطالبهم. ومنذ 3 أعوام دأب المعلمون على الخروج في مظاهرات عديدة للمطالبة بحقوقهم، إلا أن هذه التظاهرة تعد هي الأكبر من بين سابقاتها. وبموازاة ذلك أعلن المعلمون رفضهم قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء إجازة السبت وتمديد العام الدراسي إلى شهر رمضان، معتبرين أن هذا القرار مخالف للقانون وجاء في وقت لا زالوا فيه ينتظرون حقوقهم، مناشدين المجتمع بالوقوف معهم لانتزاعها.